هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. هذا البرنامج برعاية شركة الزاوش للتغذية الرياضية والعتاد الرياضي. إذا المرء لا يراك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكون من رزق لا شك يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق ولو كان في قاع البحار العوامق ولا خير في خلي يكون خمينه ويلقه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقدم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. Thank you.
إذن الكرام، من أصعب الأمور التي يتقاسمها الإنسان مع أخوه المسلم وأخوه هي المشاكل اليومية. صدقوني، لما جينا لهذا المكان الجميل بسكر المضيافة وجدنا أشخاص رغم بساطتهم لأنهم مكرمين جدا، كرمونا، تاكل تشرب ترقد تلبس، ولكن هم بسطاء جدا وما عندهمش حتى أحيانا رمق العيش، يعني مش حتى خبز يتقسموها. اليوم جبنا أخونا وأبونا معنا في مدينة بسكرة، هو أهل من هذه المنطقة ومن سيدي خالد، باش يفرح معنا بالتنسيق مع الوكالة السياحية الأسفار اللي هي الرعاية. اليوم حنفرحوه وبالطبع راح يوصلوا له أمانته حتى البيت، مانيش حنوريكم واش حنوصلوا له، ولكن راح نحاولوا نساعدوه. نتمناه إن شاء الله من رئيس بلدية سيدي خالد إنه يعطيه سكن. والله حياة مأساوية جدا، ما نجمتش حتى نفوتها عندي في التلفاز، ما نجمناش نصوروها لأنها مأساوية جدا. نتمناه إن شاء الله من رئيس البلدية يسمع هذا النداء، ونخليه هو يهضر أكثر مني، لأنه هو اللي يعيش هذه الحياة، دعوني أقول حياة الفقر والحرمان، في مثل هذا العمر وما زال يعاني وينتظر ولو بصيص أمل في السكن. إذا كان حيسكن إن شاء الله في القريب العاجل ولا في المستقبل، نتمنى إن شاء الله نعود ونفرح معاه يدخل السكن تاعو جد. الحاج انتهنا ولد سيدي خالد مدينة بسكرة. أنا الحمد لله راني لبست اليوم عاداتكم وتقاليدكم باش نمثل المنطقة تاعكم الجميلة والمضيافة. نقول لك أولا يعطيك الصحة اللي قبلت أن نصوروا معاك ونهضروا معاك ونتقاسموا معاك يوم. اليوم جبتك هنا باش نحي شوية على قلبك، باش تفرح، باش تزهى شوية، باش تنسى شوية همومك، على بالي ثقيلة بزاف هاد الهموم. احكي لي الحاج، هو المشكل تاعك في الحياة؟ حياتك مركتوك يخرج معها والله هذه عاودت عيطوا لي نخدم معها. هو عاد فاضيه زوال من بلد وقت ولادي، لا دار لا دوار لا سكنه لا خدمه لا سيرونس لا حياه عادي لا مطريف، والله ما غادي نبدا يزهر الخدمه ودمر وخلاص. هذه المعيشه تاع حياتي دار السكنه، راني والله ما قال في دار تاع البريق يا ودي. والله قام من 92 من 92 وانا الملف يدحي الملف، السكنه اللي يقولوا جايه نحط فيها ملف زوج ثلاثه وما كان مخ. الحاج رسالتك للرئيس البلديه تاع سيدي خالد الجديد هذا، انت على بالي من 92 طاحت الملف ما عطاوكش وما عباكش هي الاسباب؟ ما رحت ليهم وهما ما قالوا لي السبب تاعك وش تبي نروح نستقبل. ايه اخويا واش طالب؟ طالب سكن. ما صح يستقبلك رئيس البلديه تاع سيدي خالد؟ ما تلاقيش معاه، تلقى قام اجوامير اللي تحت منه القدم الجماعه اللي تحت منه اللي ما لقاش اللي حد ذاته ما تلقاش لا هذا لا ولا حدا، ما لقيتوش حتى نهار استقبلني يعني ولا هدرت معاه ولا. نتمناه ان شاء الله هو يسمع في الرساله تاعك، كون يمدك ان شاء الله سكن نعاودوا نصوروا معك نفرحوا معك الفرحه تاع السكن ان شاء الله. ربي يحفظك الحاج، نتمنى لك ان شاء الله العافيه. على بالي انت عندك 8 اطفال، 8 اولاد ان شاء الله. الله يبارك، الله يبارك، ربي يحفظهم لك ان شاء الله. وانا نقول لك شخصيا يعطيك الصحه انك استقبلتنا في هذا البلد الجميل، والله راك من اللي جينا وانت تنوض تطيح على جنه، يعطيك الصحه. شكرا، ربي يعيشك الحاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى. وكما قلت لك الوكاله هما اللي حتكفلوا بيك ان شاء الله ويوصلك امانتك حتى لباب الدار. وانا من اليوم ما نصوركش، انا راح نصورك لما يعطوك ان شاء الله السكن، وان شاء الله رئيس البلديه اللي يسمع فينا يمد لك السكن ونجي والله نتقاسم معك الفرح. ربي يحفظك يا الحاج، بارك الله فيك. تكفلت اليوم بالحاج الباي وحالته مأساوية جدا، ما حبيتش نصوره لأنه في الشطر الثاني من برنامج الرحمة. فقط محمد أنا حنخلي لك أمانة، كما أنت كتر خيرك أنت ونجيب وكالتين كفلتوا بعائلتين مدينة بسكرة الجميلة، بس حنخلي لك أمانة أنه لما يعطيه الرئيس البلدية إن شاء الله بيت، أنت قلت لي وعدتني راح تعاونوا حتى الجليل وتشوف مع أعيان المنطقة تكون صحة يعني ما شاء الله. لما يجيه بيت ان شاء الله راح حبينا نقسموا معه الفرح. ايه ما كان حتى مشكل خويا، احنا رانا على اتم الاستعداد باش باذن الله ناثوا له هذا البيت ان شاء الله باذن الله، ونحاولوا احنا نعاونوه قدر المستطاع في اي حاجه يحتاجها باذن الله.
طيب من 92 هو يجي على الملف تاعه، يعني في هذا العمر محمد نقولها بكل صراحة، خاصة بسكرة مدينة مضيافة جدا. نشكركم على هذا اللباس التقليدي وصممت أن نلبسه باش ننقل عادات وتقاليد بلاد جميلة مثل بسكرة. تفاجأت في كرم وجود أهلها بالطبع. كما قلت لك من 92 هو يحاول يكسب بيت، كيفاش حتعاونه كيفاش حتساعده؟ احنا بإذن الله أول خطوة راح نديروها نشوف الملف تاعه، يعني الوضعية تاع الملف تاعه، ونتصلوا برئيس البلدية، وإذا استلزم الأمر نتصلوا حتى بالوالي، والي بسكرة، والي بسكرة، ويتكفل بالحالة تاعه بإذن الله. وما كان حتى مشكل، يعني عندنا رجال وليقفوا معنا وبإذن الله يستجبون للسلطات. احنا المرة هذه في برنامج الرحمة جينا كنا مزروبين شوية، بس يعني يعطيكم الصحة بارك الله فيكم على كل المجهودات وكل الناس اللي شاركت معنا من رجال أعمال ومن أهل المنطقة، يعني شكرا جزيلا. بس حنزيد نوليهم إن شاء الله بإذن الله. احنا ابتداء مدينة بسكرة معروفة بكرم أهلها وجودهم، وخاصة لما يعودوا يعني أصدقاء وأحباب، يعني كما أنتم يعيشك شرفتونا بهذه الزيارة، أتمنى إن شاء الله ما تكون الزيارة الأخيرة، وهي يعني نعطي رسالة لكل المسؤولين أنهم يمنحوا الفرصة للناس ولا الطبقة اللي ما تنجمش توصل ليهم أنهم يتواصلوا معها. صحيح. إنها الرحمة يا سادة، إنها الرحمة. إذا المرء لا يراك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزق لا شك يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، ولو كان في قاع البحار العوامق، ولا خير في خلي يكون خمينه، ويلقه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقدم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. في حياتنا اليومية ندخر مهما كان عمرنا أو هدفنا، فطموحاتنا تزداد يوما بعد يوم لراحتنا ولرفاهيتنا. استثمروا أموالكم وحققوا أرباحاً وفق مبادئ الشريعة لتحقيق أمنياتكم مهما طال العمر ولضمان مستقبل أطفالكم. مصرف السلام الجزائر يمنحكم أعلى نسبة أرباح للاستثمار الأمثل لكم ولعائلتكم.
مصرف السلام، خدمات بنكية أصيلة. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. هذا البرنامج برعاية شركة الزاوش للتغذية الرياضية والعتاد الرياضي. No, there ain't no stop.